ما حدث في الآونة الأخيرة في مدينة دير الزور ألم عشائر من الجميع وألم السوريين بشكل عام. فاليوم هناك مؤامرات تحاك على أبناء الشعب السوري وعلى أبناء شمال وشرق سوريا. فاليوم نحن كعشائر منبج ندعو أهالينا في دير الزور إلى ضبط النفس وعدم إراقة الدماء، لأن جميع المكونات وجميع العشائر هي أبناء بلد واحد. فاليوم ما يصيب دير الزور هو يصيب مدينة منبج ويصيب مدينة البوكمال ويصيب مدينة القامشلي ويصيب الحسكة. فاليوم نحن جسد واحد، إذا تألم عضو يشتكي باقي الجسد. فاليوم نحن كأبناء عشائر مترابطين في كافة أنحاء سوريا. فاليوم ندعو أبناؤنا في دير الزور إلى ضبط النفس وإلى التعقل. فاليوم إسالة الدماء، نحن نعلم جيدا أن ما حدث في سوريا في 2011 كانت من قطر الدم إلى بحر من الدم. فاليوم الشعب السوري عليه مؤامرات خارجية، فقوى الاحتلال التركي بعد فشلها بالاجتياح عسكريا قامت إلى أساليب الحرب الخاصة، ومن ضمنها فتن المكونات وفتن الشعب بعضه بعض. فاليوم نحن كعشائر منبج نقف مع أهلنا في دير الزور، نقف مع شعبنا في دير الزور، نقف مع أهالينا، ونتمنى أن يقف هذا العنف الذي حدث وهذا التخريب الذي حدث، وأن يكون التحكم إلى العقل. موضوعنا، نحن نعرف أحداث دير الزور الأخيرة التي قامت وحساسية مدينة دير الزور من طبعا حساسيتها ومكانتها من النفط السوري، وعدا عن ذلك يعني حساسية المدينة من شيوخ عشائر وعشائر، فدير الزور عشائرية بحت، الأغلبية طبعا 95% تقريبا هي عشائرية بحت. فننظر للأحداث الأخيرة التي حصلت في دير الزور، فهي أحداث يعني غير مجدية. فالأحداث التي حصلت هي لتخريب البلد وضرب استقرار أمن البلد، طبعا تحركها أيدي خارجية وأطراف ثانية من مدينة دير الزور. فنحن اليوم كشيوخ وجهاء عشائر في مدينة منبج، مو نصيحة نقول، ولكن نقول لإخواننا في دير الزور وشيوخ عشائرنا في دير الزور وأبناء بلدنا في دير الزور، ألا ينصاعوا للأيدي الخارجية لتخريب هذا البلد، وخاصة خلايا داعش النائمة في هذه البلد. هي تعمل على هذه على هذا الوتر ليل نهار لزعزعة الأمن في البلد وضرب استقرار البلد. فنحن ننصح ونقول لأهالينا في دير الزور وخاصة في مدينة دير الزور، لعشائرنا ولشيوخنا وللأهالي ولجميع المكونات والأديان، ألا ينصاعوا لهذه الخلايا. أنت قلت النقطة الأهم، طبعا هذا رسالة موجهة لشيوخ عشائرنا في دير الزور ولجميع العشائر، مو عشيرة مخصصة ولكن لجميع العشائر. حقن الدماء شيء ضروري جدا جدا. اليوم نحن نقتل من؟ نقتل من؟ نقتل بعضنا البعض؟ تقتل أخوك؟ لا. فأرجو من شيوخ العشائر والعشائر كلها جميعا أن تحقن الدماء السوريين بشكل كامل وتحافظ على استقرار الأمن واستقرار البلد. وكلنا عندنا مطالب، وأي مطالب ممكن تحل بأي طريقة بأي شكل من الأشكال، ولا تحل بالدماء أو تحل بالقتال أو تحل بأي شيء ثاني.